أنا عماد فكري أخ الشهيد محسن فكري رحمه الله. بعد مرور سنة على مقتل الشهيد محسن رحمه الله، بطبيعة الحال كما تعلمون يعني جاء الوزير الداخلي آنذاك قدم لنا وعودا، قال لك أنه غيوقع واحد التحقيق اللي هو نزيه ومعمق وشفاف. مشى الاخر المسار ديال التحقيق، المهم مشات الى الحكم الابتدائي. هذاك الحكم الابتدائي يعني ما بين الصدمه والمتوقع في نظري انا، يعني المحكمه الابتدائيه الناس المتورطين في المقتل ديال محسن الله يرحمه ما جابوهمش للمحكمه كاملين، دوك المتهمين كانوا جزءا من الحقيقه. بطبيعة الحال مشينا لاخر الاستئناف، الا ان تفاجئ يعني فاجاتنا لاخر المحكمه الاستئناف انه الحكم بقى هو هذاك وما تغيرش. من منظوري الشخصي ان الدوله لم تفي بوعدها، يعني الدوله في الحق ديالنا احنا كعائله لم تفي بوعدها. الناس من ينضضوا بداك الشكل ديال الاحتجاجات، يعني بنادم خارج واحد الطريقه ديال الاحتجاجات كيخرج الشارع كيقول لك استجب لي المطالب، علاش ما بغاوش يجلسوا يعني مع المسؤولين على الطاوله خايفين من الوعود الكاذبه؟ اي واخا ندير لكم صافي رجعوا لاخر ديوركم، في الاخر كتلقى ما كاين والو. بالنسبه للاعتقالات ديال النشطاء، ماشي طالت غير النشطاء ديال الحراك، طالت ابناء المنطقه من الطرف. كاين اللي خرج يخدم في الصباح شدوه، كاين اللي ما عندوش علاقه، كاين حسابات يعني داروها لاخر البوليس، عنده شي حسابات مع شي واحد كيمشي كيشدوه، يجي انت كدير كتنوض الفتنه، عندك العلاقه الانفصال وداك التخربيق كامل. انا كنشوف هذا الاخر، هذا الشيء اللي جبدته الدوله ديال الانفصال غير تخربيق، لا اساس له من الصحه. ما نمشيش انا واحد الشخص مثلا كيقول الانفصال يمكن عن غير وعي ونعاقب الاقليم الحسيمه، اعتقد فيها 150,000، اعتقد 150,000 ما يكونوش مثلا 500 ديال الاشخاص، قال لك الانفصال غتعاقب 150,000. استجبوا المطالب ديال الناس، خلوا هذوك اللي كيقولوا الانفصال يبقى يقولها غير بوحده، حتى واحد ما يديها فيه. الناس خرجت يعني بناء المنطقة من خرجوا في أمل أنه يكونوا معامل غتنمى المنطقة، كاين اللي كيقول خصنا الخدمة نخدمو. البطالة يعني بواحد مرتفعة جد مرتفعة، البطالة في الحسيمة الشباب ما عندهم فين يخدموا، ما كاينش لا معامل ما كاين والو. لا أغلبية الشباب الطموح ديالهم أنهم يمشيو لأوروبا، كاين ما يدير هنا. كاين اختلالات من طرف ديال الدولة، كاين من طرف الشعب. اذا ما كتحاسبوش ديك القوات العمومية، داك الشيء اللي دارت واحد الفظاعة، ما تحاسبوش هادوك، حتى هادو ما تحاسبوهمش، خليو الناس يطلقوا الصراحة ديالهم، اجوا للمعقول، استجبوا المطالب ديال الساكنة غيمشيو. وإلا كاين شي واحد عنده شي مطلب سياسي غيبقى غير يهضر بوحدو. ابناء المنطقة كاملين منين خرجوا على امل ان تنمى المنطقة ديالهم. بالنسبة للذكرى ديال يعني نهار 28، انا يعني غنخرج غنمشي لديك البلاصة فين مات فيها خويا الله يرحمه، ماشي غير انا وخوتي، وكاين حتى النساء من العائلة بغاو يخرجوا حتى هما، ليس تخليدا للذكرى، ذكرى وفاة شخص، لأن في السنة ما فيها لا ذكرى وفاة شخص ولا عيد ميلاد. غنخرجوا بطبيعة الحال باش نوصلوا واحد الرسالة للدولة، كنقولوا أن هذا الوضع اللي كنعيشوه يعني حنا الدولة خص تلقى الحل. أنا كنفكر في خويا الله يرحمه، ولكن الناس اللي ما كيحسوش يعني بداك الشيء، داك العذاب اللي فيهم
يعني اللي كيعيشوا العائلات ديال المعتقلين راه في عذاب، والناس اللي في السجن في عذاب. انا في الحقيقه ضد ديال الاخر الاضراب عن الطعام، ضد الفكره ديال الاضراب، ولكن ارحموهم، ارحموا هاد الناس ابرياء. نعم انا كنعتبرهم انهم ابرياء، زعزعه الاستقرار وما نعرف شنو. لابد من الدوله ان ترجع الى صوابها. انا الرساله اللي كنقدمها للاحزاب كاملين والجمعيات ديال المجتمع المدني، انا في نظري منظوري الشخصي انه اي شخص راه في حزب ولا في جمعيه اللي كيراعي المصلحه الشخصيه ديالو يمكن كيستافد شي حاجه ديال الاخر ديال الدوله، اعتبره خائنا. انت مشيتي عندك واحد حزب سياسي، عندك واحد المسؤوليه كتمثل داك المواطن، خصك تمثلو الهموم ديال الشعب، خصها ترجم في البرلمان. ماشي وصلتي للبرلمان ولا شديتي الاخر ديك المصيب، كما كيقول داك المثل انا وبعد الطوفان، ما شغليش في الاخرين. هادشي اللي كيخلق لينا الاخر الازمات.